ملعب الكرة الماضية أكرم عفيف يلعب كرة طولية بغداد من أجل السادس يا ستة للزعيم الأقوى والأجمل والأقرب في الدوري هو الزعيم سداسية للسد سداسية للزعيم وعن طريق بغداد منجاح يضع بصمته يضع بصمته كبيرة كبيرة على النادي الأهلي سداسية للسد سداسية للزعيم شوف الكرة شوف التمرير وبعد ذلك بلمسة بخمسة وبخمسة وضع الكرة في شباكي كرة تلعب بغداد من أجل الثامن ثمانية 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 يا في ثامن العيد ثمانية للزعيم في ثمانية شوال ثمانية للزعيم مين يوقف السد مين يوقف الزعيم مين يقدر على السد مين يقدر على الزعيم مين يقدر عليه ثمانية بغداد منجاح يضيف الثامن يضيف الثامن أحد يكلمهم أحد يكلمهم ملعب الكرة الماضية أكرم عفيف يلعب كرة طولية بغداد من أجل السادس يا ستة للزعيم الأقوى والأجمل والأقرب في الدوري هو الزعيم سداسية للسد سداسية للزعيم وعن طريق بغداد منجاح يضع بصمته يضع بصمته كبيرة كبيرة على النادي الأهلي سداسية للسد سداسية للزعيم شوف الكرة شوف التمرير وبعد ذلك بلمسة بخمسة وبخمسة وضع الكرة في شباك